بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اليوم نكمل معكم محاضرة جديدة من محاضرات مادة ميكانيك التربين، وسوف نتطرق إلى موضوع جديد، حيث أننا تطرقنا سابقا إلى مواضيع مختلفة، موضوع الكومباكشن وموضوع السيبيج وتصنيف التربة إلى آخره، المواضيع المختلفة النفاذية. اليوم الموضوع طبعا جدا مهم من مواضيع ميكانيك التربة، واللي يتضمن عنوان Compressibility and Consolidation of Soil. هذا الموضوع يعني يعتبر بالنسبة للمصمم في ميكانيك التربة من المواضيع الأساسية واللي لازم يشيكها المصمم قبل ما يكمل التصميم ومتطلبات الأمان للتصميم. فنجي نتطرق إلى موضوع Compressibility والConsolidation of Soil. مثل ما ذكرنا لكم سابقا، أكو عندنا الكومباكشن، قلنا وقلنا شنو الفرق بين الكومباكشن والكونسوليديشن. الكومباكشن قلنا هو شنو، عملية طرد الهواء من فراغات التربة. أما الكونسوليديشن هو شنو، عملية طرد الهواء والماء بنفس الوقت من فراغات التربة. فهذا الفرق ما بين الكومباكشن والكونسوليديشن أو الكومبرسبيلتي. فهنا أنا شو يقول، يقول when a structure is placed on a foundation consist of soil، يعني عندما نضع structure على foundation متكون من تربة، الأحمال من المنشأ راح تسبب لنا بالتربة شنو، إجهادات، راح تسبب إجهادات في التربة نتيجة شنو، نتيجة الأحمال المسلطة عليها. أهم العوامل the two most important requirement for the stability and safety of the structure هي شنو، شوف هنا اللي قلنا لكم عليها، أهم عاملين أهو، أهم متطلبات بالتحقق الاستيابلتي والسيفتي الستركتشر هي شنو؟ اولا الكومبريسبيلتي اوف سويل اللي هي هاي موضوعنا، وثانيا الكونسوليديشن اوف سويل، يعني هاي جدا مهمه. هسه راح نتطرق لها ونشرحها بالتفصيل وتعرفون انه ليش يعني هي تعتبر مهمه وخطره بالنسبه للمنشا وليش نشيكها. فاول شيء نجي نعمل الكومبريسبيلتي اوف سويل. فايش يقول، يقول ذا فوليوم ديجريز اوف سويل اندر ستريس، يعني يقول الحجم مال التربه راح يقل تحت شنو، تحت اجهاد، والذي يمكن ان يتحقق بشنو، بما يلي. الكمبرسبيلتي تتحقق شلون، اول شيء كومبريشن اوف سوليد جرينز، يعني احنا عندنا التربه منين تتكون، احنا قلنا التربه تتكون من سوليد وتتكون من ووتر وتتكون شنو، من اير، يعني مواد صلبه اللي هي البارتيكلز، والماء اللي هو حبيبات الماء والهواء. الماء والهواء موجود وين، في فراغات التربه. فشي يصير عندي نتيجة للانضغاط اللي يصير عندي نتيجة الأحمال، أول شيء يصير عندي كامبرشن وين، بالسوليد جرين، يعني نفس السوليد جرين راح يصير بها كامبرشن، لكن هذا شنو يعني يكون قليلا مقارنة بمن، بالثاني والثالث اللي هسه راح نجي نتطرق لها. ثانيا راح يصير عندي كامبرشن وين، بالور بور ووتر اور بور اير، راح يصير عندي شنو، انضغاط بمن، بماء الفراغات او هواء الفراغات، ماء الفراغات او هواء الفراغات، باعتبار شنو الفراغات تحتوي على شنو، تحتوي على ماء وتحتوي على هواء. بعد ما انه صار عندي كومبرشن على المواد الصلبه اللي هي البارتيكلز، وبعد ما صار عندي كومبرشن على ماء الفراغات وهواء الفراغات، راح شو يصير عندي من يتطور هذا الكومبرشن او يزداد الاحمال، راح يصير عندي بعدين طرد المن للماء والهواء، راح يصير عندك اكسبلجن او بور ووتر اور بور اير، يعني يصير عندي طرد لماء الفراغات او هواء الفراغات، منين، من الفراغات. لذلك راح يقلل عند شنو، يقلل عند الفويد ريشو او البوروسيتي، راح تقل عند شنو، نسبه الفراغات اللي هي الفويد ريشو، او تقل عند شنو، المساميه، باعتبار انه راح تقل عند الفراغات. فمنطقيا الفويد ريشو احنا قلنا شنو، تعريف الفويد ريشو اللي هو الفي اوف الفويد تقسيم الفي اوف السوليد، والبوروسيتي اللي هي في اول فويد على الفي توتال. فاكيد يعني في اول فويد راح يقل عندي نتيجه اللي طرد ماء الفراغات او ماء الفراغات او هواء الفراغات، فبالتالي راح يقل عندي شنو، الفويد ريشو والبوروسيتي. بصوره عامه الكومبريسبيلتي اوف سول ديبند اون ستراكشر ارينجمنت، يعني شنو، الترتيب الهيكلي من للسويل بارتيكلز لحبيبات التربه. وكذلك يقول ان فاين جرين سويل، في التربه الحبيبيه الناعمه، طبعا التربه الحبيبيه الناعمه يظهر عليها الكومبريسبيلتي بشكل اكبر من التربه الحبيبيه الخشنه، وبعدين راح نتطرق لها بشكل تفصيلي وتفهمونها.
فهسه يقول بالفاين جرين سويل اللي هي التربه الناعمه the degree to which adjacent particle are bonded together. احنا كما نعرف احنا التربه الناعمه شو تكون؟ تكون الحبيبات مرتبطه مع بعضها البعض ارتباط قوي اكثر مما هو عليه بشنو؟ بالكورس جرين سويل اللي هو التربه الخشنه. والدليل على ذلك احنا هسه راح نتطلق بعدين الى موضوع الكوهيجن اللي هو التماسك. نلاحظ انه التماسك بالتربه الفاين اكبر من هو عليه بالتربه الكورس. ليش؟ شنو سببه؟ انه لانه البوندد بالتربه الفاين اكثر مما هو عليه بالتربه الكورس، وبالتالي بما انه حبيبات تربه متلاصقه مع بعضها البعض فالتربه الناعمه اكثر، فلذلك تكون شنو؟ الكوهيجن مالتها اعلى. فهنا شو يقول بعد؟ يقول structure which is more porous، structure اللي بنسبة فراغات عالية such as a honey combed structure اللي هو اكو نوع يسمونه اللي هو الهيكل اللي هو شنو خلايا النحل كأنما، يعني بحيث ان خلايا النحل مو تتميز بفراغات كبيرة فيعبرون عنها بالمسامير الكبيرة. فش يكون هذا؟ يكون more compressible، يعني دائما التربة اللي مساميتها عالية تكون شنو اكثر انبغاضا مما هو عليه مقارنة بمن بالدين ستراكشر التربة اللي هي شنو؟ التربة اللي هي الدينس الكثيفة أو الستراكشر الدينس. When the pressure increase عندما يزداد الضغط volume decrease عندما يزداد الضغط راح شي يقل عندي راح يقل عندي الحجم اللي وين صاير بالتربة. If the pressure is later decrease عندما يقل الضغط some expansion will take place. مرات شنو؟ اكو عندنا تراب انتفاخية انه من نعرضها الى ضغط وتنكبس يعني يصير بيها كومبريسبلتي، من نزيد الضغط من عندها راح يصير بالعكس راح يصير بيها ارجاع. شلون منحني الاتشاد الانفعال من انه صلى الضغط راح يصير عندي تشوه بالعينه وبعدين يشيل الضغط راح يرجع تتمدد العينه زين. ومرات لا شي يصير عندي اكو بعدين بال ان شاء الله بالسطر ما تناخذها اكو عندي السيجما ار والسيجما نوت اللي هي شنو؟ اللي هو الاجهادات القديمه والاجهادات يعني الاجهادات المسبقه الاجهادات المسبقه والاجهادات الحاليه. بس على العموم يعني هسه خلينا نفتهم شغله انه عندي الضغط ايش بيه؟ يقل يعني اذا كان الفوليوم راح يقل اذا كان عندي شنو؟ اذا كان عندي الضغط يزداد. واذا قل الضغط راح شو يصير عندي؟ يصير نوعا ما بعض الانتفاخ سوف يحدث وين؟ بالتربه. But the rebound or recovery will not occur to full extent. يعني يقول لك انه من ترجع التربه الى وضعها الطبيعي مرات ما ترجع للوضع اللي كانت عليه بالاصل. ليش؟ متاثره بما بالشهادات السابقه. بالتربه الرمليه، هسه احنا كنا نحكي وين؟ على التربه الفاين، هسه هذا كله حكينا. هسه نجي للتربه الساد اللي هي شنو تعتبر؟ تربه خشنه. Consolidation may be generally considered to keep place with construction. يعني يحدث شنو؟ فقط اثناء مرحله انشاء، انتبهوا. يعني الكونسلديشن بالتربه الرمليه يحدث فقط اثناء شنو؟ مرحله الانشاء. بينما بالتربة الرملية الطينية لا، العملية يقول لك the process of consolidation process along after the construction has been completed and thus need greater attention. يعني يقول لك بالتربة الطينية راح يكون أخطر. ليش؟ لأن عملية الكونسوليديشن يعني تحدث أثناء فترة الإنشاء وأيضا بعد فترة الإنشاء. يعني إحنا مثلا البناية ننشأها ونكمل ورا سنتين نجي نلقيها صار بيها هبوط أو صار بيها شنو؟ consolidation او كومبريسبلتي زين. فهاي الحاله اللي يصير عندنا. فاذا التربه الطينيه اخطر من التربه الرمليه وين؟ بالكومبريسبلتي. ليش؟ لانه يستمر عمليها الكونسوليديشن حتى بعد فتره الانشاء. هسه نجي انا مفهوم اللي هو وان دايمنشنال كومبريشن اند كونسوليديشن اللي هو شنو؟ الانضغاط احادي الاتجاه او الانضمام احادي الاتجاه. كونسوليديشن may be defined as the gradual and time dependent. الانضمام يمكن ان يعرف انه كشني انه عمليات زمن معتمد او شني او تدريجي. يعني اما انه يكون عندنا الزمن مالته تدريجي يحصل عندنا او انه لحظي. Involving expulsion of pore water مثل ما قلنا انه شني الكونسوليديشن شنو الفرق على الكومباكشن انه يتضمن عملية طرد من لماء الفراغات. From the saturated soil mass. طبعا من التربة شنو المشبعة لأنه التربة إذا ما بيها ماء ما يصير عملية طرد للماء اللي موجود داخلها. Compression and stress transfer أيضا راح يصير عندنا شنو؟ راح يصير عندنا انتقال بمن؟ بالانضغاط والإجهادات. راح يصير عندنا انضغاط ويصير عندنا إجهادات.
This definition, هذا التعريف is valid, يتحقق عندي for one dimensional لحالة التربة اللي هي حالية اتجاه as well as وكذلك أيضا the general three dimensional cases. إذا هذا التعريف راح يتحقق عندي لحالة التربة حالية الاتجاه وكذلك أيضا للتربة ثلاثية الاتجاه. زين هسه احنا بس شنو راح ندرس شنو حالية الاتجاه. شو يصير عندي؟ طبعا أول شيء يصير عندي escape of pore water، الماء اللي موجود بالفراغات راح يهرب. ايش بيه؟ يقول لك must occur during the compression or one dimensional consolidation، يعني هروب الماء يجب ان يحدث وقت اثناء عمليه الانضغاط وكذلك ايضا الانضمام حاد الاتجاه مال من مال التربه المشبعه. This escape take place according to Darcy law. طبعا احنا عندنا اخذنا Darcy law اللي هو شنو مال كيو اللي يساوي كي في اي في اي مو شيء. وهذا الشيء يصير عندنا راح يولد جريان الماء راح يجري من اصل هو شنو سبب جريان الماء؟ نتيجه الضغط مال البنايه اللي مسلطه فوقه او نتيجه حركه الماء نتيجه وزنه. فهاي الحركه هي راح تولد لي شنو عمليه الكونسوليديشن، لان الماء من يخرج من الفراغات راح يترك بمكانه فراغ. فنتيجه لضغط البنايه راح شو يصير بهذا الفراغ يتلاشى وبالتالي راح شو يصير عنده انضغاط المن للتربه. ثانيا the time required for the compression، الزمن المتطلب لعمليه الانضغاط او الانضمام يعتمد على يمن يعتمد على معامل النفاذيه اللي هو شنو نفسه وين موجود بدارسي لو. اذا الزمن اللي زمن الانضغاط والانضمام يعتمد على يمن على معامل النفاذيه، كل ما كان معامل النفاذيه قليل كل ما زاد الزمن المتطلب لعمليه الانضمام. ليش؟ لان لو كان معامل النفاذيه عالي يعني معناها الجريان عالي والكيو عالي وبالتالي فانه هروب الماء راح يكون بسرعه يصير وبالتالي عمليه الانضمام راح تحدث بسرعه يعني تحتاج وقت قليل. بينما اذا كان عندي معامل النفاذيه قليل يعني معناها حركه المياه راح تكون قليله لانه الكيو مالته قليل وبالتالي عمليه طرد الماء من الفراغات راح يستغرق زمن اطول. هسه نجي الى الكومبريسبيلتي اند كونسوليديشن تيست اودوميتر. هسه واحد يقول انا الكومبريسبيلتي والكونسوليديشن اللي قبل شوي حكينا عليه شلون اجريها بالمختبر؟ اكو عندي بالمختبر فحص يسمونه فحص الاودوميتر، هذا جدا مهم. طبعا هسه بالفتره الاخيره هذا الاودوميتر اللي راح ندرسه هو الاودوميتر القديم، هسه طلع عندنا نوعيه جديده جاي يشتغلون عليها الباحثين حاليا بالماجستير والدكتوراه اللي يسمونه موديفايد تيست اودوميتر، يعني فحص الاودوميتر المحدث. يقول لك ذا اباراتس ديفلوبد باي ترزاكي، يعني هذا ترزاكي سواء هذا الاباراتس اللي موجود عندنا فور ديتيميشن اوف كومبريسبيلتي كاركترستكس، يعني شنو هو في شنو فائدته لايجاد الانضغاطيه خواص الانضغاطيه. شو يتضمن؟ يتضمن التايم ريت اوف كومبريشن معدل الزمن للانضغاط. شو يسمونه هذا الفحص؟ يسمونه الاودوميتر. It was later improved. طبعا كازاغراندي بالبدايه اقترحه بعدين طوره منه طور العالم كازاغراندي والعالم جلوبي and referred to as consolidimeter يسمونه consolidimeter. يعني شنو قاموا ما يسمونه اودوميتر قاموا يسمونه شنو consolidometer. طبعا بالمناسبه التسميه مال اودوميتر مستمره لحد الان ويسمونه هسه بالفتره الاخيره يسمونه modified odometer. ايش بيه ايش يضمن؟ طبعا هذا يقول لك there are two types the fixed ring type and the floating ring، يعني اكو عندنا نوع اللي هو مال الحلقه المثبته والحلقه الحره. الحلقه المثبته والحلقه الحره، شنو الحلقه المثبته والحلقه الحره؟ طبعا هو ما يعتمد على الحلقه لكن اكو شيء يعتمد عليه. ففي شو يقول ان ذا فيكسد رينج تايب ذا توب بورس بليت الونج از بيرميتد تو موف داون وورد فور كومبرسيف سبيسيمن، يعني فقط عند التوب بورس بليت، يعني شنو هاي؟ وين هاي؟ هاي التوب. يعني فقط الصفيحة المسامية الموجودة عند فوق هي فقط اللي تتحرك. وين هذا؟ بالفيكسد رينج. But in the floating ring يعني اللي بالفلوتنج اللي هو شنو اللي هو الحر both top and bottom يعني التوب والبوتوم بورس بليت are free to move and compression. إذا شنو الفرق بين الفيكسد والفلوتنج؟ بالفيكسينج بالفيكسد رينج بس التوب بليت تتحرك عندي.
بالفلوتينج لا، عند التوب والبوتوم اثنيناتهم يتحركن برس بليتد. دايركت ميجرمنت اوف ذا بيرمورتي اوف ذا سامبل ات اني ستيج اوف ذا تيست از بوسيبل اونلي وذ ذا فيكسد رينج تايب. ثالثا هاوفر ذا افكت اوف سايد فراكشن، مهما طبعا انا دائما ما اسوي تجارب او فتشي لازم يتولد عند احتكاك، وهذا الاحتكاك يسبب لي مشاكل بالقراءات ويسبب لي اخطاء بالارقام اللي احصلها. فش يقول على كل حال يعني انه تاثير الاحتكاك الجانبي اللي موجود على عينه التربه يكون اقل مما هو عليه في حاله الفلوتينج، يكون صغير في حاله الفلوتينج، بينما اللاترال كونفاينمنت يعني انا مو عندي رينج والرينج هذا راح يحصر التربه، هذا عندي رينج موجود ويسبب لي شني؟ يسبب لي لاترال كونفاينج من هنا من الجوانب. اللاترال كونفاينج مفيد لو مو مفيد هسه راح نشوفه. واللاترال كونفاينج اوف ذا سامبل از افيلبل ان بوث تو سيميوليت ا سويل ماس ان سيتويشن، يعني يقول هو متوفر احنا مسوينه ليش؟ حتى يمثل لي بشكل حقيقي كتله التربه وين بالموقع، يعني فانا هسه يفيدني اذا بهاي الحاله الكونفاينمنت، لان بالتربه بالواقع هي شنو كونفاينمنت يعني محصوره من الجوانب. رابعا ذا كونسلتيشن تيست، يعني فحص الكونسلتيشن اللي هو احنا سميناه هنا الاودوميتر، هذا ايش بيه؟ كونسيست ان بليس، يعني يتكون منين؟ من وضع ريبريزنتيتيف اندستيرب سامبل. طبعا احنا شنو دائما بالفحوصات يعني مو بس بهذا الفحص، سواء كان فحص الاودوميتر تيست او الكونسلتيشن تيست اللي نسميه هسه، او فحص التراكسيال تيست، البير موبيلتي تيست الى اخره، دائما التربه اللي نجيبها شو تكون؟ يسمونها اندسترب. يعني شنو معنى اندسترب؟ يعني تربه غير مشوشه. شنو معنى تربه غير مشوشه؟ شرحنا لكم اياها سابقا ونعيدها هسه. التربه الغير مشوشه هي التربه اللي تبقى محافظه على نفس مواصفاتها وكتلتها ووضعها بالموقع ووضعها بالمختبر، بحيث انا شنو اجذب عينه من الموقع امثلها تمثيل حقيقي بال مختبر. فشي تكون هاي شي يسمونها؟ يسمونها تربة غير مشوشة. In the constellimeter ring subjected to the sample to normal stress and predetermined stress increment through the loading machine and during each stress increment. يعني يقول لك التربة اللي اخليها ان هي غير معين غير مشوشة موضوع بالرنج مال الفحص اللي هو هذا الرنج، هذا الرنج هذا موجود عندي يسمونه كونستنت رينج. يقول لك شنو؟ بعدين اعرضها الى انضغاط، والانضغاط نتيجه قوه اللي هاي مسلطه عندي من فوق، هذا الضغط كومبريشن لودينج راح يصير بها شنو؟ راح يصير بها انضغاط، هذا الانضغاط يستمر مع زياده اللودينج، اللود اللي انسلطه بهذا الفحص شنو يصير بيه؟ انكرمنت، يعني اكو زياده، يعني ما اخلي لود واحد ثابت، لا اخليه مثلا بالبدايه يعني هسه تشوفونها بالمختبر ان شاء الله، اخليه بالبدايه مثلا كيلو، طبعا هذا يتحول الى ضغط بالكيلو باسكال او الميجا باسكال، خلي مثلا كيلوين بعدين زود يصير ثلاثة أربعة إلى آخره، فيصير عندي شنو زيادة. يقول لك observing the reduction in the height of sample، طبعا هذا السامبل عندي، فارتفاع لو كان هذا مثلا من هنا لهنا راح شو يصير بيه؟ الارتفاع راح يقل، ليش؟ نتيجة للانضغاط اللي يصير بيه. The reduction in the height of the sample and different elapsed time after the application of the load. خامسا the time rate، معدل الزمن او volume change، يعني معدل التغير الحجمي اثناء الزمن، زين، يختلف التغير الحجمي اثناء الزمن يختلف بشكل ملحوظ لحالة التراب الكوهيجنلس والكوهيزف. يعني شنو؟ التربة اللي بيها كوهيزف اللي هي التربة الطينية والغريانية السلط اند كلي، والتربه الكوهيجنلس اللي هي شنو؟ التربه اللي هي الساند، زين، اللي هي التربه الساند والروك، يعني خلينا نقول او الجرافل. فشنو الاختلاف؟ الكوهيجنلس سويل اكسبيرينس كومبرسيف ريليتيفلي كويك، ان احنا من نسلط انضغاط وعندنا مثلا تربه مزيج من رمل ومثلا طين، نلاحظ الانضمام بالرمل يحدث في شكل سريع جدا، يعني الزمن بالانضمام مال التربه الرمليه اللي هي شنو الكوهيج الليس يصير بسرعه. فشو يقول لك؟ يقول لك ريلاتيفلي كويك، سريع. ليش؟ لانه احنا ما عندنا المعامله النفاذيه، قلنا المعامله النفاذيه مال التربه الكوهيج الليس شو يكون؟ يكون عالي، فبسرعه تنفذ او بسرعه تهرب الحبيبات الماء منين؟ من فراغات التربه. بينما
وش يكون يعني لحظي instantaneously لحظي. After the load is in post يعني شنو بعد ما نضع الحمل مباشرة راح يصير عندي الكومبريشن وين؟ بالتربة اللي هي شنو؟ اللي هي كوهيجنلس، يعني اللي هي تربة رملية اللي ما بيها احتكاك، اللي ما بيها كوهيجن. لكن الكلي but the clay soils require a significant period before full compression occur and the applied loading. يقول لك التربة الطينية تحتاج وقت طويل، ليش؟ لأن مثل ما قلنا معامل النفاذية مالتها شنو؟ قليل، وتحتاج وقت طويل جدا لهروب آخر قطرة من الماء بين فراغاتها. احتمال يطول هاي العملية سنتين، بينما للتربة الرملية احتمال يطول دقائق أو جوز ساعات، أو إذا أقصى شيء يوم احتمال. زين، هنا نجي للضغوط اللي نعرضها بفحص الأودوميتر. يقول لك أن انيشال سيتنج لود، أول لود نخليه بهاي التجربة اللي هي تجربة الأودوميتر هو 5 كيلو نيوتن لكل متر مربع، which may be as low as 2.5، يعني نقدر نقلله إلى 2.5، ما عندنا مشكلة. لحالة شنو؟ لحالة الـ very soft soil، لأنه إذا كانت تربة very soft راح يصير انضغاط سريع مباشر لها. زين، shall be applied until there is no change in the dial gauge reading for 2 consecutive hours or for maximum of 24 hours. يعني يقول لك انه راح وراها راح يصير عندي ماكو تغير بقراءة الدايل جيج بعد، يعني احتمال يعني ما بين ساعة يعني عدة ساعات إلى 24 ساعة لهذا الحمل. The normal load to give a desired pressure intensity shall be applied to the soil stopwatch. طبعا احنا دائما نراقب القراءات من خلال شنو؟ اكو عندي ساعة تعد. زين، وتبدأ بشكل لحظي ويامن وين لودينج. The dial gauge reading قراءات الدايل جيج shall be recorded after various interval of time. القراءات احنا ناخذها طبعا شنو؟ بعد فترات مختلفة من الزمن. بالمختبر من اسلط مثلا 5 كيلو نيوتن لكل متر مربع او 2.5 كيلو نيوتن لكل متر مربع، طبعا انا راح اخذ قراءات مال الهبوط اللي يصير عندي بالدال جيج. الدال جيج اللي هو المؤشر مال القراءات اللي هي مؤشر الهبوط. فايش قد الوقت واخذ قراءة؟ اول قراءة اخذها بربع دقيقة، القراءة الثانية بدقيقة، القراءة الثالثة دقيقتين وربع، الرابعة بأربع دقائق، الخامسة 6 دقائق وربع، إلى أن أوصل إلى 1440 دقيقة. ال 1440 دقيقة هسه لو قسمناها على 60، ال 1440 تقسيم 60 قد تطلع عندي؟ كم ساعة؟ 24 ساعة، اللي هي شنو؟ يوم كامل. زين، throughout the test طبعا كله شرح عن شنو؟ عن هذا الفحص اللي طرقناه لكم، هذا فحص جدا مهم وإن شاء الله نسويه بالمختبر إن شاء الله. Throughout the test خلال هذا الفحص the container shall be kept filled with water. أثناء الفحص أكو طبعا عندنا خلية، الخلية شفافة يعني شلون زجاجية، بحيث أنا أشوف العينة وأشوف الماء بداخلها، من ينقص الماء أبدأ أعوضها. زين، فدائما أنا من ينقص الماء لازم أعوض الكونتينر. وين هالكونتينر؟ هاي هسه أراويكم إياها، هاي الكونتينر. فهاي لازم شنو؟ لازم تنملي بالماء، هذا الماء شو اللي تلاحظون هذا الماء تنملي بيه. يقول لك دائما انه نمليها بالماء حتى شنو؟ نضمن انه السويل سامبل ايش بيها؟ دائما ساتوريتد، دائما السويل سامبل شو تكون؟ يقول لك شنو؟ The container shall be kept filled with water in order to prevent desiccation and to provide water for rebound expansion. حتى شنو؟ حتى نوفر ماء يمنع ان لحاله شنو؟ لحاله الانتفاخ، بحيث انه ما يصير عندي حاله انتفاخ للتربه. After the final reading بعد اخر قراءه اللي هي تاخذ المن، احنا قلنا نبدا بيمن، قلنا بخمسه او 2.5. اخر قراءه ايش وقت هي؟ عند حمل مقدار 10 او ضغط مقدار 10 كيلو نيوتن لكل متر مربع. The load shall be reduced to the initial setting load kept for 24 hour. يعني بعد ما اسلط احمال ازودها بعدين اخر شيء اسوي؟ انقص الاحمال حتى شنو؟ الكيرف شو يصير عندي؟ مثلا المال إيه؟ ينزل بعدين شنو وراها من اقل الحمل راح شو يصير؟ بيرجع. هسه ان شاء الله راح ناخذه وتشوفونه، يصير بينزول بعدين يرجع. ليش؟ انا قللت الحمل، فتبدا الفراغات الهوائيه
تصعد قيمتها، يعني هي مو نزلت، لا تبدي تصعد لان قللت الحمل. هسه نجي برزنتيشن اناليسيس اوف كومبريشن تيست داتا، شلون نمثل الداتا. الداتا طبعا شنو نمثلها بهذا، هذا اللي قلت لكم عليه، هذا اللي هو يمثل الدايل جيج ريدنج كومبريشن. انا عندي دايل جيج، وين الدايل جيج؟ بالفحص، هذا الدايل جيج. لو تلاحظون انه انا مو وصلت لود للاسفل، هذا اللود شي يخلي التربه تنضغط وين؟ نحو الاسفل. فهذا عندي اكو مثل الابره هنا تطلع من يم الدايل جيج، وهذا صفره طبعا بالبدايه، هسه هو عاد قيمه يعني. فمن تنزل العينه شو يصير بالمؤشر هذا؟ هذا المؤشر يبدي يتحرك، يبدي يقرا. فاني كل وقت معين عندي ساعه اني خارجيه، الساعه اخليها بصف الجهاز هنا، هاي ساعه مثلا، مثلا كل ربع دقيقه، كل دقيقه ابدي اخذ قراءات مال من مال الدايل جيج اثناء نزوله وتسليط الحمل للحمل الواحد. بعدين اشيل هذا الحمل اخلي حمل اكبر وهم اخذ القراءات، هم لربع دقيقة، دقيقة، دقيقتين، إلى 24 ساعة، وهكذا. فهذا الدايل جيج اللي موجود عندي. فهنا هذا الواي اكسس قلنا شنو؟ دايل جيج ريدنج كومبريشن، يعني قراءات الدايل جيج، ويا من وين التايم؟ التايم اللي قلنا ربع دقيقة ودقيقة إلى آخره، يعني هذا أقدر أعتبره هذا شنو؟ أعتبره لوج. ليش؟ لأنه ما أقدر اخلي محور بربع دقيقة وب 24 ساعة، مستحيل. فلازم هذا الشيء يكون عندي، لازم يكون يعني اشبه باللوج، يحسب لي بالدقائق. يعني مثلا صفر مثلا دقيقة الى 60، 60 اللي هي شنو 6 دقيقة، دور نبدأ بساعات وهكذا. وهذا الواي اكسس لا، هاي مثل قراءات عادية مثلا 10، 20، 30، 40، 50 الى اخره، الى ان اوصل وين؟ للفاينل كومبريشن، اخر شيء اللي هو الفاينل كومبريشن. زين، يقول لك ذا كونسلتيشن از رابيد فيرس، يعني بالبدايه الكونسلتيشن راح يكون سريع. شو تلاحظون؟ يعني الكونسلتيشن بالبدايه يكون كلش قوي، بعدين يبدا شنو؟ يصير قليل، يعني هنا بهاي المنطقه راح يقل عندي الكونسلتيشن. هنا ينزل بالبدايه نزول سريع لانه راسا التربه تعرض لها حمل، فراسا تعيد نظامها وعاد ترتيب حبيباتها، وبالتالي فانه شنو تنسد الفراغات الهوائيه. زين، فالكونسلتيشن از رابيد ات فيرست، يكون سريع، بط ريت جرادوالي ديكريز، بعدين شنو يقل. افتر ا تايم ذا دايل ريدنج بيكومز براكتيكال ستيدي، بعدها راح شو يصير عندي؟ راح تكون مستقره القراءات، راح شو تكون عندنا مستقره. And the soil sample may be assumed to have reached a condition of equilibrium، راح يصير عندي تصل الى حاله من التوازن. For common size of soil sample this condition is generally attained in about 24 hours، يعني احنا قلنا الزمن اخر شيء ايش قد يوصل؟ 24 ساعه. Although theoretically speaking، يعني كجانب نظري او ككلام نظري، the time required for completing consultation is infinite، يعني بالحقيقه انه زمن الكونسلتيشن هو ما يتحدد ب 24 ساعه، لا، اكو عندي بعدين هسه نجي اكو شغله، اكو عندي الايميديت سيتلمنت اللي هو يصير لحظي، وعندي الكونسلتيشن سيتلمنت اللي يطول من عده ايام الى سنتين، واكو وراي يسمونه الكريب او سكندري كونسلتيشن اللي يظل على عده سنوات، اللي هو شنو يعبرون عنه؟ انفينيت، لا ما له نهايه. The time compression curve هذا ايش بيه؟ For consecutive increments of stress appear somewhat in، يعني مبين هنا بهذا الشكل. هنا عندي هذا الشكل اللي هسه عبرنا عنه، لاحظ انه عندي التايم ويا الكومبريشن. مرات شني انه اسلط انه حمل معين، فشي يصير عندي؟ يصير عندي انضغاط للتربه، راح ينزل يوصل لهنا الى حد معين، يوصل زمن معين ويتوقف. زين، هنا يوصل الى زمن معين ويتوقف، وراه راح يكمل الدور ورا زمن اخر معين وهم يتوقف. زين، يعني شنو يصير؟ كانما انتقاله، يعني هسه لو نلاحظ انه وصل لهنا صارت بقفزه لجوا. ليش؟ لان بعد هذا التايم راح يصير عندي هبوط قوي، يعني فجائي اللي هاي، يعني هاي فرح مرحله انتقاليه هاي تعتبر. وكذلك ايضا عند هذا التايم هم يصير عندي شنو؟ قفزه نوعيه، انه يتحول من كمبرشن قليل الى كمبرشن اعلى وهكذا.
يقول since the compression is due to an increase in void space of the soil, it is commonly indicated as a change in the void ratio. إذا هو تغير بيمن بال void ratio. فهنا ال void ratio لو عبرنا عنه إنه كان عندنا كله 100%، فأنا أطرح هذا ال void ratio اللي موجود عندي من 100% اللي هو واحد اللي هو ال V على V S. زين فيطلع ال D ال E اللي يحتاجها أنا. وبما انه ال VS يساوي ال WS على G في الجاما وتر اللي اخذناها بالمحاضرات السابقه، وال V هو عباره عن اي في اتش، اذا ال V من هاي العلاقات كلها راح تطلع عندي شنو هاي العلاقه؟ ال V يساوي 1 زائد E مضروب في ال VS. هنا يعرف لك ال A هو الاريا مال كروس سكشنال اوف ذا سامبل، وال H هو الهايت مال ذا سامبل اللي موجود عندي، ال WS هو وزن التربه الصلب بحاله الدراي، حاله دراي سويل الى اخره، هو الجي تعرفون انتم سبيسيفيك جرافيتي الى اخره، هو الاوميجا اللي هو المحتوى الرطوبي، فتطلع لي هاي القوانين. طبعا هاي القوانين ما مطلوبه من عندكم، مجرد انه تفتهمون الحاله انه شلون نتعامل ويا الفراغات والتغير بها. القانون المهم اللي يفيدنا هو هذا، هذا واللي مطلوب من عندكم انه تعرفون شلون يشتغل وشلون نسوي. ليش؟ لان من عنده راح نحسب قيمه الهبوط مال التربه اشتقه. فشي يقول هذا القانون؟ يقول احنا هسه من خلال هذا الرسم نلاحظ انه هذا الواي اكسس هو يمثل الفويد ريشو، الواي اكسس هو يمثل قيمة الفويد ريشو والتغير به، مقابل شنو الاكس اكسس هو مقدار الضغط. فكل ما زاد الضغط شو يصير بالفويد ريشو؟ راح يقل. يعني لو تلاحظون انه هذا تناقصي، مثلا هنا على سبيل المثال 2.2 هنا بالصفر راح ينزل الى مثلا 1.7 خلينا نقول بالمية، راح ينزل الى مثلا 1. خلينا نقول 5 الى اخره. اذا شنو معناها؟ معناها الدلتا اي تقسيم 1 زائد اي نوتس هو شو يساوي لنا؟ يساوي لنا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الدلتا اي هو منين جاي؟ جاي من دلتا اتش على اتش اس. يعني الدلتا اي هو عباره عن شنو؟ مقدار التغير بالارتفاع على الارتفاع الاصلي مال من مال بارتيكلز، تقسيم 1 زائد الاي نوت اللي هو الاي نوت هو شنو؟ شو يساوي ان الاي نوت؟ قلنا هو يمثل حجم الفراغات على الحجم الصلب، يعني في او الفويد على الفي اس، بس هنا معبرين عنه بالارتفاع اللي هو شنو مقدار الهبوط اللي يصير عندي. فالاي نوت هو الاتش في على الاتش اس. ابسط هاي المعادله اطلع عامل المشترك اللي هو اتش اس هذا هنا، فيطلع لي اتش اس زائد اتش في. احول عملية القسمة الى ضرب وقلب المقام، هنا أنا بالنتيجة راح يطلع عندي اتش اس زائد اتش في. الاتش اس زائد يعني حجم المواد الصلبة او الحبوبات الصلبة زائد حجم الفراغات هو شنو؟ هو يساوي الحجم الكلي. اذا دلتا اي تقسيم 1 زائد اي نوت يساوي دلتا اتش على اتش نوت. هو هذا القانون اللي يفيدني لازم احفظه، اللي احسب قيمة الدلتا اي اضرب وسطين طرفين يطلع لي 1 زائد اي على اتش في الدلتا اتش اللي هو هذا. زين، فاذا صار عندي هنا هذا الدلتا اي يمثل لي شنو؟ مقدار التغير، مقدار التغير بمن؟ بالفراغات. شو يساوي لي؟ يساوي 1 زائد الاي نوتس مقدار قيمه الفويد ريشيو الانيشال تقسيم ارتفاع العينه الاصلي اللي هو اتش مضروب كله في مقدار التغير بالارتفاع بالعينه اللي هو شنو؟ الدلتا اتش. بس انا بالحقيقه لو نلاحظ احنا هذا المنحني هو مو فقط يعتمد على الفويد ريشو، اكو فد شيء ثاني اللي هو البرشر اللي هو سيجما داش. هذا البرشر العلاقه ويا من؟ ويا الفويد ريشو، يعني اشتغل وياه. فاذا هاي العلاقه لازم اطورها. شو اقول؟ اقول دلتا اي على دلتا سيجما راح يساوي لي فد معامل اللي شو اسميه الاي في، اللي هو بالحقيقه شنو؟ منين جاي؟ جاي من السلوب. يعني هسه هاي لو اخذ التان مالتها المقابل هو شنو؟ دلتا اي، والمجاور شو يساوي؟ دلتا سيجما. اذا دلتا اي على دلتا سيجما بالماينس، ليش؟ لان هو تناقصي. شو يساوي؟ يساوي الاي في. الاي في اللي هو شنو؟ معامل شو يسمونه؟ ما لازم نحفظه، يسمونه كوفيشنت اوف كومبريسبيلتي. كوفيشنت اوف كومبريسبيلتي اللي هو معامل الضغط. زين، اذا هسه نتوقف لحد هنا بهاي محاضرتنا حتى تفهمونها، لان هذا الموضوع جدا مهم واريدكم تفهمونه اول باول.
وحتى ان شاء الله المحاضرة الجاية نشرح بها الكومبريسبيلتي اوف ساند اللي هي هاي قدامكم، وان شاء الله نلتقي بكم المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.